عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم بخنا بنان. قلت معاك السلام عليكم انا عاصتها مع صبعي وعندي بدي ناض ليا بوش دايق ولا شنو كيسمو. قالت لي ما بوش دايق ما عرفتش شنو ناض ليا في صبعي ما قدرتش باقي راه البارح راه الله يحسن العوار درت واحد الفطور ما نعاودش لكم خلاها على الله وصافي دار نورم ليا صبعي راه ما غاديش يبان لكم ولكن انا داير ليا حاله هو راه صغير ورا زريحه ورا ما يصغور معاك يا طريقه تعرفوا بوش دايق كيفاش كيكون كيورم لك الصبع ديالك ولكن انا في الداخل ديالي انا اللي حاسه به راه داير ليا حاله شرفتكم شكرا لكم عارفين انا ما كنتش لي عاونك شعري من توف دايره غير الديدرات ديالي حيت انا مبوقه فايقه من النعاس والله ما نعست البارح فايقه من النعاس اليوم يد المدرسه داخل مع 8:30 وحاني معاكم كنت مشيت للوفا كاش غنمشي نجبد شي فلوس ديال لي كليون باش نتخدى لي كوموند والساعة شوفوا شتو ماش كيبان لكم ولا لا ما حاش كيبان لكم والساعة لقيتو باقي ما حلش وفا كاش وداكشي كاش بليس وداكشي باقي ما حلوش وهنا دابا غادي نرجع للدار باش نمشي حتى الله ما يدار عندي حتى الله حيت غدا عندي مشارجي عاوتاني غدا النهار عندي شارجي عندي واحد لا ليفغيزون غدا ديال الثيرموميكس عاوتاني مع لا كليونت عاسكت عليا هاد الحياة الله انا عارفك وكتسولو كتضموني كيفاش كدير هاد الحياة الويدة ديالي الله يخليها ليا مسكينة وحق الله فين ما مشات ديها معايا هي دابا اللي خليت لها ايا نجيت سينو راه ما كنت قلت غنمشي نتيري الفلوس الا غنتيري الفلوس كنتعطل كيكون ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه كيكونوا لي كليون تكا نيزيتي با البنات اللي بغاو املوا ارغان زوز طبيعيه شي حاجه من المغرب كيف ما كانت مرحبا بالجميع لي زاكسيسوار مرحبا بالجميع راه كندير كلشي راه غير ما كيبقاش غير كل ساعه نذكر لكم في الفيديو يعني انتم راه كنحط لكم على تحت قدام تشوفوا صندوق خلص راه كاين كلشي راه الزيوت الطبيعيه حالي كنعصروهم املوا باللوز البلدي املوا باللوز البلدي عسل الدغموس وكلشي وكنديروا لا ليفغيزون بارتو في المغرب يعني بارتو دو الماروك اي بارتو دو لو موند في المغرب كله ولا ليفغيزون في اوروبا كلها يعني اوروبا لاميريك السعوديه كلشي كنصيفطو ليه ما كاينش مشكل فين ما كاين ترونسبور كنصيفطو فوالا شنو نقول لكم بالنسبه للناس اللي كيبغوا الماء عنده الفخار اللي كيبغوا الزرابي وداكشي راه مرحبا راه اكيد راه ما كنصيفطو حنا كنديروا الزيوت ولكن داكشي اون بليس كنصيفطو للناس وبالنسبه ل ل ل ل الناس ديال الجيري اللي بغاو لي ثيرموميكس راني كنصيفط للجيري لي ثيرموميكس دابا صيفط جوج ان شاء الله وصلوا بخير وعلى خير جوج ديال لي ثيرموميكس صيفطهم للجيري للجزائر اوكي سي بون ودابا غادي نمشي للدار نشوف ما نقدي غرضتي حيت هي اليوم كيخرج مع 11:30 دابيتود كيخرج مع 2:30 ولكن اليوم الجمعه مع كاينه الصلاه وداكشي كيخرجوا مع 11:30 يعني فهمتي يعني حددوا شحال دابا اصلا في الساعه دابا اصلا تسعود هادي قريبة عاد تسعود العشرة الحداش نص يلاه ساعتين غنمشي للطيارة فين نمشي ندير بيو غنمشي نرضع الدري نحاول نبدا نجمع شوية وهاني وصلت الوقيتة وصافي انتو معايا يلاه نتلقى من بعد I'm on my own, broken alone I feel the rain crashing down All around this empty town I'm searching for the lost and found But you don't care, you're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air, like a blazing flare Don't stare, cause the flames will burn us I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close اي هلا لا مولاتي يلا جايه غادي نجمع البيت قلت وصافي اليوم هذا البيت غادي نجمعه ما بي هاد السيدين يلا دخلنا انا وياه جلست فين نجمع البيت درت شويه الموسيقى يلا فين عطيتو يرضعه هو وحطيتو بلاصتو يلعب شويه قال لي كاسيدي يا مولاي جه النعاس ايوا هنا غيبان لكم توت سويت اياد جا نقص فوق الناموسيه ورا ماشي اياد اللي جا هو انا اللي هزيت ايليان لحقات 11 وهزيت ايليان ومشيت ديتو وجد معايا اياد عاود تخرجت يعني ما جمعتش داك البيت داك البيت خليته هكاك تا عاود ترجعت ليه كيبان داكشي سهل في الكاميرا ولكن الله العظيم الا زعما راه زعما راه ما حنا صافي معاه اياد هو اللي كيهنيني انه فاش كيجي اياد كيبقى يلعب معاه هكا فوق الناموسيه الا كنت كندير شي حاجه ولا شي حاجه وبغيت نيت نجاوب بالنسبه للبنات دوك المره ماشي زعما تجاهلت الميساج ديالكم فاش قلتوا لي حياه اياد راه جلس قرص ايليان بكاه اش البنات راه تعرفوا الدري صغار ماشي كيغير منه نهائيا واش عنده غران تاع الغيره اياد حيت اياد راه زعما راه كبير شويه زعما بعقله زعما
ماشي زعما كيغير منه هو كيتسحب. واش لا فاسون يد كيلعب مع باه بديك لا فاسون ديال الدابيز، كيدبز هو وياكم عارفين الرجاله والدراري كيفاش كيديروا المدابزه. هو بان ليه ايليان دري وكيتسحب حتى هو خصو يلعب معاه بديك الدابيزه ويقرصو، والاخر يقرص وهذا كيقرص. اما هو مسكين نهائيا، ماشي ضربو زعما باش يبكيه، ما عرفش هو واش غادي يبكي. زعما كيلعب معاه، كيلعب مع داك اللعب البغوت، فهمت؟ داك اللعب مصوفج والدري كيبكي. حتى شرحت ليه قلت ليه يا درام هو ماشي تاع داك اللعب عاد كيف هو دابا غيبان لكم راه كيلعب معاه. شو كينقز ليه كيلعب معاه شي لعب دابا مع هذاك؟ راه ما كنخليهش مع هاد البنات الا ما كنتش انايا، يعني انا دايره فيه الثقه ما غيدير ليه حتى شي حاجه. انا عارفه اياد كيفاش داير، ولكن ما تعرفوا راه الدري الصغير باقي صغير، واخا زعما عنده 12 عام راه باقي صغير، راه العقل باقي صغير. راكم عارفين البنات واخا 12 عام و18 عام وعندك والعقل ديالك ما كتغياليزيش زعما شنو كديري، تا كديري الزبله تا كطيحيها فيها هذا كتفهميها، فهمتوا؟ 18 عام وعندك العقل، وحنا دابا ما عندناش العقل، ما كنغياليزيش شنو كنديرو، فهمتوا؟ كيلعب معاه هو اللي كيهنيني كملو كيبقى يلعب معاه حتى كنجمع نبقى نجمع عند الدار. سينو راه ما كاينش اللي هنيني. اوغوزمون انا هاد رمضان عنده نص نهار، نص نهار قاري ونص نهار ونهار لا ما قاريش، نص نهار قاري ونص نهار لا ما قاريش. وكي المهم كيلعب معاه هو عزيز عليه داك اللعب ديال اياد، عزيز عليه بقى ينقز بيه بحال هكا، ما خفت والو ديما كيدير ليها هكا، يعني انا ما خفت حتى شي حاجه، عارف يعني شاد فيه مزيان. هو جمعت البيت واحد شويه قلت نحيد بعدا ليا دروينا نتخي شويه الحوايج ديال البيت ديال نتخي شويه الحوايج، واياد هزو ليا كيبان لكم اليان تقيشراتهم لتحت عامر حيت كنديرو في لابوسيت وكيبقى يجر ليا كيمسح ليا كاع، واخا كل مره باغ اكزومبل الصالون عندي موسخ كيبقى يمسح 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 دوك الرجيلات يمسح كيوسخ رجليه من لتحت. واصلا اليوم ان شاء الله غادي ندير لهم واحد الحمام فاعل تارك، كندخلهم للحمام نبردهم مساكن شحال هادي ما حكيت ليهم. واليان غيكون ان شاء الله اول حمام ليه، غندخلو للحمام حتى هو اليوم ان شاء الله. المهم ماشي في هاد لا فيديو، الا ما كملت معكم هاد لا فيديو غيكون في الفيديو الجاي، حيت هاد الفيديو ان شاء الله راه غيجي طويل شويه، اذا غنقسمو لكم على جوج البنات. المهم غيكون في هاد لا فيديو تنظيم وترتيب شويه، نغونجيو شويه ننظمو شويه الروينه ديالنا قبل ما يجي الراجل يلقى بعد الدرغه مجموعه شويه بقى مرونه مسكينه. واش غندير نصبر البنات؟ الخدمه والدار، وراه عندي ثلاث الخدامي والدار والدري الصغير والطياب، راه الله يحسن العوان وصافي، الله يحسن العوان، غير قولوا الله يحسن العوان. راه انتيا تكوني في دارك ما عندك لا خدمه والو ما تقدريش تجي، غير ما حسك انايا كيفاش غادي ندير، فهمتوا؟ ايوا الصبر وصافي. المهم نخليكم مع شويه الموسيقى ونعاود نرجع لكم. بالنسبه اللي غيسولني على هاد لابواط ني خديتها، كنت خديتها من عند واحد السيده كتبيع لي ديكوراسيون هكا في الانستغرام، والله ما عقلت في الحقيقه. كنت وريتها لكم ديجا في في في, في الانستغرام، ما بقيتش عاقله. البنات اللي متبعينيش في الانستغرام دوزو تبعوني في الانستغرام ديالي، راه هو سميتو حياه فلوغ بحال السميه ديال القناه نفس الشيء، وكنحط فيه باغ اكزومبل دي زوفر هكا، ولا بعض المرات الناس اللي كيكونوا عندهم دي زارتيكل زوينين زوين هذا كتغونجي فيها البنات لي بيجو ديالك خواتم ديالك وداكشي. وبالنسبه لغيسوني داك الاخر اللي كحطت فيه الكولي، هذاك خديته من انزكان. هانتوما البنات، ها هو راه ما قديتش كلشي، باقي عندي المزرعه عامر مازال، لي زاكسيسوار ديولي كاين اللي غنرميه كاين اللي غنخليه، دوك لي زاكسيسوار القدام ديولي غنرميهم ما عندي ما ندير بهم ما كنديرهمش نهائيا، كاين اللي غنرميه. وهادو هما لي اسي انوكسيدابل شفتهم كلهم، هادو اسي انوكسيدابل هادو ما عدا هادو كان جابتهم لي اختي مسكينه من تايلاند ما بغيتش نرميهم حيت كادو. وهاد شي كله اسي انوكسيدابل درتهم هنايا، جمعت لي زاكسيسوار وداك الشيء، بقات لي المكانه حتى هي غادي نزيدها هنايا، ها هي مكينا كل شيء. هادشي اسي انوكسيدابل البنات، فوالا جمعتهم هنا، درت لي هذاك لي بوكل دوغاي، درت طوينقات، درت كل شيء. هذا علقته هنا ديكور، هذا كوم ديكور البنات، غندير براسلي باقي هنايا غير كوم ديكور، فهمتوا؟ درا غير ديكوراسيون هكا نحطو في البلاكار، شفتو جزوين. حيدت ديجا با مال ديال داك القشاوش اللي كان عندي، دوك لي زاكسيسوار اللي ما كانوا نافعين لوالو، كنت حاطاهم غير تما ما كنديروا حتى شي حاجه. صافي بون، ها هو طرونجيت بعدا شي حاجه، كل مره نغونجي شي حاجه كل ما ندير ننظم ونرتب بلاصه. ايوا هنا كما قلت لكم راني كنبدا ببلاكار بلاكار، كنخويهم
نتنيهم على حسب البنات، كل مره كنبدا بواحد بواحد، ما غاديش نديرهم كلهم حيت الا جبتهم كلهم خاصني نرجعو معايا هذاك الدري كيبقى يبكي، خاصني نرجعو، خاصني نوض، خاصني نرجع، خاصني ندير الفطور. راكم عارفين كنخرج نجيب يد من المدرسه، كنقابل لي كوموند، كنعيط في التليفون، اللي دا كان كل مره كنقاد حاجه بحال دابا هاد لي بواط البنات ديال ايكيا زويونين، الا بغيتي تحطي فيهم شي حاجه، انا هذوك حاطه فيهم داكشي ديال المخد، دوك لي انا مخد لي كنستعملهم كنبدلهم للصالون، حاطاهم فيه هنا، حاطه فيه كاع داكشي اللي كيخص الناموسيه ديالي، يعني كاع لي دغا ديال الناموسيه ديالي ديال الصيف بحال هذوك داك الملسين، هذوك ديال الصيف، وحاطه معاهم تاع البرد، داكشي باش كنبدل مستفاهم هنا. غيبان لكم داك البلاكار الفوقاني تما مرون مربج، هذاك البنات راه فيه لي بيجاما ديالي، وخاصه طاجيره، طاجيره حيت كبير، واصلا هذا البلاكار كله راه خاصينو لي خاصينو البيبان، راه غير البنات يعني شويه حاجه بحاجه، ما يمكنش ندير انا كلشي حوايج، انا ماشي بوازير كما قلت لكم، كندير كل مره حاجه بحاجه. بعدا نشوف هذوك اللي خاصهم جافيل، كاين شي وحدين هنايا واخا تصبنوا بقاو فيهم دي داش بالبيض، كاع اللي فيه شي حاجه بيضاء واخا تصبرت كيبقاو فيهم لي طاش، خاصهم يدخلوا لجافيل ضروري، واخا ما يحيدهاش بداك جافيل ما كنبغيش نستعمله، ولكن ضروري كاين شي حوايج ما يحيدهمش الطبيب، ضروري خاصهم جافيل. كنمسح بلاصه بلاصه بحاجه بحاجه، اللي بغات تخمل قلت لكم انا هاد رمضان خاصني نجمع فيه الدار، نخمل فيه الدار، ولكن ما كتبش راجلي مشى فيه سافر فيه، يعني كنحاول اللي قدرت عليه راه كنديرو، اللي ما قدرت عليه راه كنخليه انا، المهم انا اللي الدار تبان نقيه مجموعه وصافي، اللي قدرت عليه راه كنجمعها، اللي ما قدرت عليها راه ندير عين شافت وعين ما شافت، راكم فاهمين. جات ستي الحوايج ديال إليان، الحوايج اللي فاتوا والحوايج اللي ما قادينوش باش نحيدهم على جنب، نعطيهم راه كنعرف الناس خاصهم حويجات. ايوا لقيت الحوايج ديال إليان كلهم تقريبا ما بقاوش عنده حوايج، كلشي دوك الحوايج ديالو راه صغارو عليه، راكم عارفين دابا غادي في 7 شهور، انا الحوايج كنت خديتهم اللي باقي صغار واخا باقي كيلبسهم، دابا هما باقيين قادينو في الطول، اشني اللي ما بقوش قادينو فيه في يديه، ما الطول باقي قادينو وفي يديه ما بقوش قادينو، ما عرفتش ما ندير ليه. قلت له نقول الا هنا غادي نقول الا عافاك جيب لي معاك تقضي الحوايج، هي راه كلشي الحوايج فاتوا ما بقوش قادينو، باقيين كيقدو غير دوك الحوايج ديال التحت، ميسينو الحوايج ديالو ديال الفوق ديال الخروج هذوك اللي كيلبس، صافي هذوك صغارو عليه ما حيدش الطبيب هذوك صافي. تبارك الله كيلبس الحوايج ديال، انا كنشري ديما الحوايج ليه كنشري ديما 3 شهور دو بليس باغ اكزومبل، الا هو عنده 3 شهور انا كنشري ديال 6 شهور، الا هو عنده 6 شهور انا كنشري ديال 9 شهور، يلاه يجوا هما هذوك. المهم راه الحوايج هنا كلهم تقريبا رحيت لي الحوايج كلهم ديال بقاو عنده جوج شنيتيفات ديال الحوايج، جوج شيكوك خاصني نتقضي دابا حوايج كلهم، وانا ما كيعجبنيش نتقضي الحوايج ديال هنايا ما نكذبش عليكم، كيعجبني نتقضي الحوايج من برا ولا من شيين ولا شي حاجه بحال هكا، حيت كيكونوا دي موديل غاغ، ماشي كلشي لابسهم، ماشي كلشي مطلبهم، يعني كيكونوا دي موديل زوين ولكن عجبوني الحوايج ديال الدراري الصغار اللي كيكونوا كيوت، صافي فيهم ديدي حيوانات، فيهم شي حاجه بحال هكا، المهم شي حاجه ميكيات شي حاجه هكا باش كيبانوا كيوت. انتما البنات هي الناموسيه ديالي راه غير، المهم انا غير فرشت، راه اللي غيجيب ليا معاه الفرش ديال الناموسيه، انا ما غنديرش شي شي فراس بروفيسيون، حيت هذا زوين ديال شيين ما نكذبوش على الله زوين واعر، ولكن انا بغيت الكوات داك الكوات، عرفتوا داك الكوات البيض اللي كتكون شي حاجه بروفيسيونيل واعره، هذا كيجوني زوين، هذا كناخذ انا 2 متر وما كيقدونيش، فهمتوا راه كناخذ من شيين 2 متر وما كيقدنيش الناموسيه ديالو، والله العظيم 2 متر هذا اللي خديت. دابا غادي ندوز واحد الجفاف على البيت ديالي، وهنايا راه
هنا باقي ما كملتوش. يلاه تخييت شتو خويت هذه بعد الطاجيره وتنيت الحوايج ديال الانيان، واخا لان خاصني ليه بلاكار ديالو في البيت ديالو اكيد راه هنا غير ديباناج وصافي. حوايج ديال الراجل تنيت ستيت فيهم شي حاجه ولكن باقي لي هنا غنقادو حوايج، هنا ستيت فيهم شي حاجه وباقي ليا، هنا حطيت كذلك شي حاجه باقي، المهم باقي لي الخير غير كنستيب شويه بشويه. هنا ستفتو بعدا، هنا باقي لي تاهو خصني نستي فيه شي حاجه، لي غوب حتى ما غادي نستي فيهم ان شاء الله تكون عندي الوقت. دابا ما عنديش الوقت، عندي ما يدار، درت لي ليه جوي تما في هذاك الباني. كيما وريتك هنا البنات غادي نقاد معكم واحد الفولوتي دو كورجيت اللي هو بحال لاسوب ولكن هو فولوتي دو كورجيت ديال الكورجيطه، كيجي زوين البنات، رائع رائع، غير جربوه. المهم هنايا خديت بصله، طالبي ليا 70 غرام ديال البصله. نتوما ديروا على حسب الدوخ ديالكم، شويه غير شويه ديال البصله، يعني شويه ديال البصله يتبني بها وصافي. 70 غرام ديال البصله، وطالبي ليا 700 غرام ديال الكورجيت، يعني كورجيت كثيره. شفتوا شحال تاع الكورجيت غندير، ومازال غادي نزيد تقريبا قياس كيلو. 700 غرام ماشي كيلو، ولكن انا هنا كنت واخده كيلو، ما فهمتش انايا. هما طلبوا لي 70، داكشي اللي حيدت على ما اظن، داك الزايد اللي حيدت. طلبوا لي واحد الثومه، انا الثومه راه ديجا موجده هكا باش كتمهنيه، يعني يلاه نزيد نقطع فيها، واخا انا ما كنقطعش، كنحيد لها على القشره كنحف الثيرموميكس. وتشلدوا البصيله، تشلدوا، انا هنا الثيرموميكس دات فيه كلشي غير يشلد ليا. نتوما قطعوا البصيله مرصوات صغار اولا طحنوها بحال بحال، شوفوا نتوما شنو نافعكم. هنا غادي نزيد ديك ساعات المرصوات ديال 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 الكورجيت، غنقطعهم كبار ماشي مشكله، انا غادي طحنهم لي انا، ممطو هما كيطيبو ممطو ما كيطحنو، دوبي نقدر نقطعهم صغار ولا خليهم حتى كيطيبو عاد طحنوهم ماشي مشكله بحال بحال. وزيدوا عليهم شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. المهم نتمنى تكونوا فهمتوني. 700 غرام ديال الكورجيطه، 70 غرام ديال نقول كيلو ديال الكورجيت، و70 غرام ديال البصله، بصله صغيره تقطعوهم، تزيدوا عليهم شويه تاع الثومه، قبيصه ديال الثومه، ايوا شويه تاع البزار راكم عارفين، وزيدوا عليهم نص ايترو ديال الماء، نص ايترو ديال الماء باش يجيكم الفولوتي البنات ديال الكورجيت. غنزيدوا عليهم واحد كنور، كنور الا حبه لو كان ديال الخضره، انا ما عنديش ديال الخضره، درت ديال الدجاج، وشويه ديال الملحه على حسب الذوق، وشويه ديال الابزار. وغادي نسدوا عليهم انا ميم طون، وميم طون كطيب وميم طون كطحن ليا في نفس الوقت، يعني غيكون عندي ديجا مطحون وواجد. نتوما حتى طيبوه ديك الساعه طحنوه، ما طحنوش بزاف، خلوه شويه يكون مهرمش باش يجي فولوتي، ماشي سوب، بغيناه فولوتي دو 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 كورجيت ياك. ومن بعد فاش يطيب البنا غادي تزيدوا عليه شويه ديال الفروماج، اي فروماج جبلي ولا كيري ولا لافاش كيري اللي عندكم، غادي تزيدوا عليه وغادي تحركوه معاك باش غادي تحركوا معاه باش يدوم معاه، وصافي هو واجد. الفولوتي كيجي رائع البنات، ديروا معاه شويه تاع الزبده حتى هي، ميم راه الفيديو شارح راسو. المثال اللي ولد ما كلا ما شرب ما نعس ما خرج ما جلس ما حتى شي حاجه ما دارها بخاطرو، كيبكي وبقاش بغا يسكت ليا، كان جالس واحد شويه خسر فيه النعاس. وهو ينوض قال لك لا هزيني. المهم راه كتشوفوا تما البنات، من بعد ما ساليت ردت عليه شويه تاع الفخوماج، وغادي نعاود نشعل ليه. انا قال لي شويه انا ما مطحون، انا ما مطحونش بزاف البنات، راه مطحون غير شويه، هذا راه فولوتي ماشي سوب، كيبقى شويه مهرمش، تري شويه ديال الفرماج شويه ديال الزبده وصافي، راكم راه باينه البنات، وتخلوه كيجي رائع، كيجي بنين البنات والله، تيقوني تيقو، ديروا غير قياسكم ديال الملحه وكيجي بنين. المهم كنجمع ديك الروينه اللي عندي، رد داكشي بلاصتو. انا اللي عاجبني في الترميس هو ان ما كيديرش ليا الماعن، وكيطلع الوصفات زوينين، وبحال دابا هكا اللي عندها شي تركيشه بحالي انا، شي بز بحال هكا، خاصو ضروري ضروري طيبي بعدا بواحد اللي يدير تهزه، ما كاينش المشكل. رائع البنات، رائع، كينفع كيهنيك والله العظيم. راه وريت لكم على ما اظن كيفاش غادي يجي الفولوتي، غادي شويه مهرمش هو، نحاول ثاني نجلسو واحد شويه، واخا ما كيبغيش لا كيبدا يغوت، ولكن غنجلسو بالزمن.
اوا البنات غادي تسمحوا لي حيت غادي نحبس معكم الفيديو هنا. في الحقيقه الفيديو غيجيني طويل، البنات غندير لكم فيه جوج اجزاء، جزء اليوم وجزء غدا ان شاء الله. قلت لكم غادي ندخل الحمام، عندي فيديو عندي بي عامر مشارجي، غادي نقول لكم استودعكم الله، وغدا ان شاء الله نوريكم الشكل ديال داك، غنوريكم غدا واحد لو بلا اخر زوين، وغنوريكم هاد الفولوتي ان شاء الله كيفاش غادي يجي، ونوريكم الطبيله ديالي. مرحبا على العين والراس، غير سمحوا لي البنات حيت الفيديو جا طويل سويه. يلا غو بيزو، غدا ان شاء الله نكمل معكم الفيديو، ونوريكم ان شاء الله ندير الفطور عند اختي، ولا ما عرفتش شنو غادي نديروا. المهم في الفيديو الجاي كونوا في الموعد ان شاء الله.